زي غريب قوي، الحجاب بيعلقوا كده يا الامل دكتورة حنان. زي الحجاب وزي التعويذ، وبيلبسوها في رقبتهم وبيحطوها تحت مخداتهم وبيحطوها تحت هدومهم. يعني أولا نحن على تواصل يومي مع الإخوة المسؤولين في مصر في كل القضية المتعلقة في الحرب، وبالذات في موضوع المعبر وإدخال المساعدات لشعبنا الفلسطيني هناك. بشكل اللي انت بتعمله ده باي دلاله، هو مش عارف يعمل، هو متخبط، هو متخبط. حتى امريكا متخبطه، اللي هي عارفه ما ليها اسرى برضو في المجموعه دي، في منهم اسرى امريكان، ولا هم عارفين، وعارفين ان مهمه اسرائيل في غزه صعبه جدا، والخسائر هتبقى باهظه جدا، اقتصاد هيبقى سيء جدا لاسرائيل، وبتخسر كل يوم سواء خسائر ماديه او بشريه، والاسوا الخساره المعنويه والنفسيه. يعني هي بعد التفخيم والكبر والعجرفة يعني حماس، هل يعقل اللي بيحصل ده؟ يعني هل يعقل دكتورة يعني حنان، سمعنا بقى عن بعض الخزعبلات الإسرائيلية، موضوع الطلاسم، وموضوع ان هو العائلات بقى بتروح دلوقتي للحاخامات في اسرائيل علشان يدوروا على يعني الرهائن والاسرى بتوعهم. ايه موضوع الطلاسم ده مع الجيش الاسرائيلي؟ هو يعني انا مش عايزه اقول طبعا، يعني هم اليهود اساسا هم اسمهم عم الوهيم، عم الوهيم اللي هم شعب الرب، هم في الاصل جماعه دينيه، يعني مش شعب وليس لهم أرض، وإنما هم جماعة دينية، جماعة بيعبدوا الرب، ديانتهم اليهودية، جنسيتهم هي اللي ممكن تكون مختلفة. طبعا بعد كده حصل اختراع للأرض اللي هم احتلوها واختراع للشعب، لكن هم في الأول وفي الآخر جماعة دينية. الجماعة الدينية بتبقى قايمة كل حياتها منصبة على الدين، مستغرقة في الدين ومغرقة كل حياتها في الدين. فمنهم زي ما بيحصل في كل المجتمعات، الإيمان بالأولياء الصالحين، التبرك بيهم، السحر، التمائم، التعويذ، أروح عند دجال يعمل لي مش عارف إيه، ده موجود في كل المجتمعات وفي كل الأديان على فكرة، سواء سماوية أو غير سماوية. فاليهود مش بمعزل عن باقي البشر أو بمعزل عن باقي الناس. اليهودية على فكرة بتحرم السحر والطلاسم، لكن اليهود في منهم كتير قوي 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 كانوا بيعتمدوا على عمل تعويذ، وبيلجأوا للدجالين وبيلجأوا للمشعوذين، فبقوا بيعملوا الطلاسم اللي احنا شايفينها دي، المنحوتة دي، هيعملوا اي حاجة زي حجاب كده يعني. انا بقول لسيادتك انت مش زي الحجاب كده يا دكتورة حنان، زي الحجاب وزي التعويذ، وبيلبسوها في رقبتهم وبيحطوها تحت مخداتهم وبيحطوها تحت هدومهم، وزي اي مجتمع في العادات والتقاليد دي في بعض الفئات هم موجودة عندهم الكلام ده. حقيقي الدين اليهودية بتمنع السحر وبتمنع الطلاسم وبتمنع التعويذ، لكن في فئات منهم بتؤمن بيه جدا، او بيؤمنوا طبعا بالابراج والافلاك والحظ والكلام ده كله، ويعني فمن الطبيعي ان هم. طب بس نسأل السؤال، ايه اللي هيخليهم يلجأوا للسحر ده؟ انتوا اقوى دولة، ده انتوا الجيش بتاعكم جايبها ارض، ده ان ده يدل على مدى اليأس وعدم الثقة في القادة اللي بيحكموهم، فما فيش قدامهم امل غير ان هم يلجأوا ايه؟ للسحر. اكيد على وعسى بعد ما فقدوا الامل تماما في القادة وكفروا بيهم وبكلامهم، وما فيش امل. الحرب دي الوحيد الخسران منها فلسطين، ما خسرتش حاجة، ولا حماس، ولا اللي ماتوا شهداء، اللي ماتوا من فلسطين شهداء. الخسران الوحيد في اللي حصل ده اسرائيل، وعلى بال ما تفوق من الصدمه دي مش اقل من 30 40 سنه. نقاط من مسؤولين في حماس سواء داخل غزه او خارج غزه، نوع من انواع الانتقاد للدور المصري على معبر رفح. خلينا نزيل هذا سوء التفاهم بشكل واضح. انتوا عندكم، انا سؤالي مباشر واضح اهو، انتوا عندكم مشكله للطريقه التي تقوم بها مصر في اداره معبر رفح؟ يعني اولا نحن على تواصل يومي مع الاخوه المسؤولين في مصر في كل القضيه المتعلقه في الحرب، وبالذات في موضوع المعبر وادخال المساعدات لشعبنا الفلسطيني هناك. نحن ندرك تماما ان هناك تعقيدات، وان هناك يعني ضغوط ايضا خارجيه ليست قليله من الامريكان ومن غيرهم. طبعا نحن نعرف انه مصر في النهايه لها سيادتها ولها قرارها المستقل. يعني انت عندما تسمع بعض هذه الاصوات سواء من حماس او من غيرها، ربما لان الامل في مصر كبير، ولانه حجم المعاناه اللي يعانيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه غير مسبوقه. هذه حرب
تختلف عن كل الحروب السابقة، ولذلك الموضوع يعني متعلق بالحاجة اليومية هناك. يعني كلما دخل شيء إلى قطاع غزة يمكن أنه يعني يشكل يعني إحياء روح جديدة بالفعل. أو أنا يعني فاهم، ولكن مصر لم تقصر أبدا، سواء في المساعدات أو المواد الطبية أو حتى المساندة من خلال تقليل الضغط على غزة من خلال اتصالات مع أطراف كثيرة. وكما قلت لك الدور المصري حاضر منذ بداية هذه المعركة، والمصر يعني دوما تتدخل في كل المواجهات بيننا وبين هذا الاحتلال. كما قلت لك الفرق أنه هذه المعركة مختلفة في حجمها وآثارها ومعاناة شعبنا عن كل المعارك السابقة. إحنا على كل حال العقبات اللي موجودة أو ربما النقص في المواد التي تدخل والشاحنات، يعني هذه لا تحل من وسائل الإعلام. إحنا متصلين بشكل مباشر مع إخواننا في الأجهزة المعنية لدى الحكومة المصرية، وإن شاء الله الأمور تتقدم يوما بعد يوم بما هو فيه مصلحة لشعبنا ومصلحة لأهلنا إن شاء الله. زي ما السيد عمرو موسى بيقول عن مستقبل غزة، أنه الأمر خلاص يبدو أنه محسوم، وأن إحنا بنشوف بقى غزة من يحكمها، كيف يتم إدارتها. موقفكم إيه من هذا الأمر؟ يعني أولا الإدارة الأمريكية ومن ضمنها بلينكن ليس طرفا محايدا، هؤلاء منحازون انحيازا تاما للاحتلال، وهذا على مرأى ومسمع من العالم، فهم يدعمونه منذ اليوم الأول لهذه المعركة عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا. وتحركات بلينكن تأتي في هذا الإطار أصلا، وبالتالي هو لا يبحث عن شيء في مصلحة الشعب الفلسطيني، وإنما هو يريد تحقيق مطالب وطموحات وأهداف هذا الاحتلال، وخاصة هذه الحكومة المتطرفة بقيادة نتنياهو. إحنا بالنسبة لنا هذه القضية هي قضيتنا نحن الفلسطينيين أولا، وهي طبعا قضية العرب والمسلمين بعد ذلك. ولذلك أنا يعني أثمن على كلام الأخ عمرو موسى أنه القضية الفلسطينية هي شأن داخلي فلسطيني، مستقبل غزة ومستقبل الضفة والقدس والأرض الفلسطينية عموما هي شأن فلسطيني داخلي، ونحن يعني نتعاون ونتساعد مع محيطنا العربي والإسلامي لتحقيق أمالنا وطموحاتنا. نحن لسنا يعني شعب يختلف عن بقية الشعوب، لا نحتاج إلى وصاية من أحد ولا إلى رعاية من أحد، إحنا شعب حر وأصيل وقادر على تحقيق يعني طموحاته وأماله. وأنا أقول لك بالمناسبة ومن معلوماتنا إنه هذا اللقاء الذي تم في عمان هناك أطراف عديدة عربية من الذين شاركوا في هذا الاجتماع هم رفضوا كلام وزير الخارجية الأمريكي، وعبروا عن رفضهم في الاجتماع بشكل واضح ومباشر إنه هذا الشأن لا يمكن أن يتم.